اعتقد انه التسليح، حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، انه صاحب هذا الانتصار هو الشعب المصري. ليه؟ لان هو اللي اقتطع من قوته عشان يقدر يبني قواته المسلحه. ازاي تمت عمليه التسليح والتجهيز؟ واحنا عارفين انه كان في فرق كبير جدا في الامكانيات وفي المعدات اللي استخدمت من جانبنا ومن جانب العدو. شوف هقول لك حاجه، مثلا انت بالنسبه لك عارف ان انت في حاجة اسمه توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط، بيعملها الدول الكبرى مش احنا بنعملها. فأنت يقول لك إيه البلد دي، لو رجعنا بقى لكلمة قوى الدول الشاملة، هتلاقي أول حاجة في قوى الدول الشاملة حاجة اسمها الكتلة الحيوية. الكتلة الحيوية دي عبارة عن إيه؟ الأرض والسكان. ولكن إذا الأرض والسكان كبيرة يبقى الكتلة الحيوية بتاعت البلد دي كبيرة. لو اتسلحت بسلاح جامد تبقى مغازية، يبقى لها أطماع. فاحنا لازم ده تفكير اللي بيعملوا توازنات بمزاجهم يعني، يبقى لازم تاخد سلاح دفاعي، والقوه اللي هي قليله في العدد والمساحه تاخد سلاح هجوم. يبقى كده طبقنا على مصر واسرائيل، هتلاقي مصر الكتله الحيويه بتاعتها كبيره 70 مليون ومساحه مليون متر كيلو متر مربع، يبقى الكتله الحيويه بتاعتها كبيره، يبقى تاخد دفاعي. فهتبص دايما انت في فرق بين السلاح اللي عندك عن السلاح اللي عنده. مثال، لو انت مثلا في الدبابه، هتلاقي الدبابه بتاعتك بتضرب مدى 1800 متر، الدبابه بتاعته بتضرب 2800 متر، ده في كيلو زياده. الكيلو ده لو انت بتهاجمني انا في خلال الكيلو ده قبل ما توصلني هكون مدمر 10 دبابات، لان احنا في المدرعات هزود خسائرك كمان. المدرعات عندنا الطلقه الاولى هي الهدف، لو فاتت هتضرب انت. طب انا بضرب الطلقه الاولى وانا بعيد عنك، مداك مش مطيلك، يبقى انا باخد براحتي واضرب انا في خلال الكيلو ده اضرب 10 طلقات كاملين يعني. طيب يبقى ده سلاح دفاعي وده سلاح هجومي، بس هما الاثنين واحد. طيب انا هغير الموضوع ده ازاي؟ في التدريب بدرب نفسي على استخدام الارض بحيث ما ابقاش معرض. بجيب دبابات الناحيه الثانيه من عندي في الجانب الاخر، بتبقى رصده الدبابات اللي بتهاجم، ونحط لها عبوات دخان، مجرد هو ما يضرب عليا واتصب يبقى انا كشفت، يبقى هعمل محاوله مره تانية ان انا اشتغل وما كشفش. استخدم الارض، معناه استخدم السنايات والفواصل بين الدباب بحيث ان انا اقطع الكيلو الفرق ده عشان اوصل لك وابقى انا بيني وبينك وجها لوجه. يبقى ده تدريب. صح. نفس الموضوع بالنسبه للاسلحه الاخرى. كان عندي مثلا الطيران يقعد تلت ساعه. طيب والطيران الثاني وقت ساعة ونص، يبقى انا عايز الطيارة دي يقاتلها من 3-4 طيارة. طب انا هعمل ايه بقى؟ هنا استخدام بقى المقاتل المصري وفكره يستخدم القواعد الجوية، تطلع منين الطيارة تقابل مين وتكمل مع مين. يعني مثلا انا مطلع لك مثلا انا من المنصورة مثلا، والمعركة فوق امتدت فوق الجبهة وراحت ناحية السويس، يبقى اللي هينجد بتاع المنصوره حد من القطاميه، حد من بني سويف، يبقى انا المسافه قريبه، يبقى انا ما خلتوش يعمل فاصل، يبقى الضغط موجود على العدو باستمرار. يعني لها فكره. هم بتوع قوات الجويه طبعا 10-10 في الموضوع نفذوه. وكمان التنسيق مع الدفاع الجوي، ازاي امتى لما اسحب طياراتي قبل ما تقع وانت هتكمل بالدفاع الجوي تصده ازاي؟ دي فكر برضه كان راقي جدا في التعاون بين القوات الجويه والدفاع الجوي، لغايه اما انت حتى انشات حائط الصواريخ كملته بالتعاون بين القوات الجويه وبين الدفاع الجوي عشان تقدر تكمل حائط الصواريخ. فدي كل دي افكار ودروس مستفاده وتخطيط رهيب. عشان كده لما نيجي نقول ايه الاكاديميات العسكريه بره، الاكاديميات العسكريه بره لما بتيجي تتكلم علينا بتقول معجزه اكتوبر. وكلمة معجزة يعني حاجة ما بتتكررش، لأن حصل فيها تعاون وعمل جماعي بين أسلحة القوات المسلحة وأفرعها، غير يعني أنا أعتقد غير إنك أنت تقدري حد يعمله تاني في الظروف اللي كانت موجودة بالإمكانيات الموجودة دي.